بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة تفسير احلامك مع نور. من فضلك اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. مش تنسوا تعملوا لايك للفيديو. ان شاء الله التواصل هيبقى من خلال الصفحة على الرسائل. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف وكمان الجروب. اتمنى انكم تنوروني. النهاردة معانا موضوع مهم جدا بيشغل ناس كتير، وناس كتير بتبقى محتارة وبتسألني عليه، فحبيت النهاردة أوضح رؤية تفسير رؤية الأعداد. عايزة أقول يعني حاجة مهمة جدا في أول الفيديو، إن طبعا الأرقام دي مش هتنطبق على كل الأشخاص، لأن أنا عندي حاجة معينة، يعني الرؤية فيها رموز وإشارات والتسلسل الأحداث هو ده اللي بيحكم الرقم، بس إحنا بنتكلم عن الأرقام دي في المطلق. نبتدأ معانا يعني أول رقم، رقم واحد. رقم واحد هنا بيدل ان الشخص مؤمن وعلاقته بربنا قوية جدا. رقم اتنين رمز للخروج من هموم ومشاكل بيعاني منها الشخص. رقم تلاتة زي ما قلنا مش هيبقى يعني مش هيبقى في المطلق كويس او وحش، لا على حسب الشخص برضو اللي هيشوف الرؤية، مش هنقدر نحدد. رقم اربعة هو رقم لم الشمل وتظبيط الأمور إن شاء الله. رقم خمسة هو طبعا بيدل على الخير والرزق، بس طبعا الرزق والخير مشوبين بالحسد، وإن هنا في إشارة تحذيرية إن احنا لازم نتخلص من الحسد عشان الرزق ده يوصل لنا. رقم ستة انتهاء أمر، يعني لو انت بتفكري في أمر أو مقدمة على حاجة إن شاء الله الأمر ده هيخلص، وإن شاء الله يعني هيخلص على خير. رقم سبعة من الأرقام الجميلة جدا، وهي بتدل على الرزق والخير واكتمال الأمور إن شاء الله. رقم تمانية تعثر في الرزق والخير. رقم تسعة هو تحذير قوي جدا من الوقوع في شر. رقم عشرة رقم عشرة هنا من الأرقام الجميلة جدا جدا جدا، وهي بتدل على التزام الشخص اللي بيشوف رقم عشرة، بيبقى علاقته بربنا قوية جدا، وكمان رمز لإكمال أموره على خير ولحصوله على أمنية أو أمر هو مقدم عليه واكتماله إن شاء الله. رقم حداشر هو رقم الترابط ولم الشمل. رقم اتناشر هو رقم تحقيق الأمنيات. رقم 13 طبعا مش عايزاكوا تتفائلوا أو تتشائموا برقم معين خالص، زي ما قلنا قبل كده على حسب الرؤية ورموزها وتسلسلها هيتم تحديد، ممكن يبقى خير لناس وشر لناس تانية. رقم 14 هو الفرج الشديد، الفرج بعد صبر شديد، إن شاء الله الأمور هتتظبط وبعد صبر يعني، فأسألكم الصبر على البلاء. رقم 15 رقم 15 تعثر وعدم وصول للأهداف، دايما الشخص بيبقى محتار وعنده قلق ومش عارف يوصل للهدف بتاعه. رقم 16 هو عكس 15 تماما، يعني هو تحقيق الأهداف. رقم 17 يعني بيدل على حصول الإنسان على أمنية عزيزة عليه جدا هو بيتمناها، وإن شاء الله ربنا هيحققها له. رقم 18 رقم 18 هنا هو إشارة لامتناع الشخص عن التوقف عن صفة معينة فيه هو بيعملها ويمكن مش واخد باله منها، زي مثلا الكذب، الرياء، النفاق، هو حاجة بيعملها في سلوكه غلط، فهنا الإشارة إنه يمتنع عن هذا، وده طبعا بيبقى خير ليه يعني. أما رقم 19 هو إنهاء الخصومة بينك وبين حد، هترجع تاني العلاقات إن شاء الله. رقم 20 هو رقم النصر على الأعداء، وهو نصر يعني نصر على الأعداء للمظلوم، فربنا هينصرك على حد ظلمك أو ظلمك، فهو نصر من عند ربنا يعني إن شاء الله. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم إن شاء الله هعمل لكم جزء تاني بباقي الأرقام. شكرا لكم.